ويمكن في البداية كده نبارك لك ونقول لك مبروك على الميدالية دي. الله يبارك فيك والله يبارك في الشعب المصري كله. وانا متابع برنامج رقم 10 استوديو التحليل الاستاذ كريم، ان انا مشجع كوره برضه فمتابع البرنامج يعني على طول الحمد لله. حسيت بيه بقى وكابتن ناديه كده بتتوج بميداليه اولمبيه بعد اول ميداليه بعد 24 سنه قدرت تحقق نفس الانجاز اللي حققته في اول بطوله وحققت ميداليه في باريس 24؟ هي ديت بصراحه دي اهم ميداليه في تاريخنا كله، يعني احنا معانا 5 ميداليات اولمبيه، يعني ميداليتي انا بهدها لها هي بقى كده 5 ميداليات اولمبيه، فده الحمد لله يعني. فالميداليه دي بصراحه احلى ميداليه في الخمسه كلهم، لانها جت بعد شقه وتعب واستحملت كتير، استحملت كتير جدا. يمكن على المستوى الشخصي انا انا لاعب مشاغب شويه، والله انا ما اقدر استحمل الوقعات اللي هي وقعتها دي كلها، كنت ممكن اعتزلت من 5 سنين ولا حاجه، لكن هي بطل وعندها اصرار وانا اتعلمت منها الاصرار والتحدي على طول، وكان التملي تقول لي ربنا هيطبطب عليا، ربنا هيقف جنب مني. فانا الحمد لله يعني عارف ان ناديه قدها وقدود وهي عندها اصرار، والاصرار دي انا بتعلم منها كتير جدا والله، مش عشان هي زوجتي لا، عشان هي بتلعب رياضه للرياضه، يعني هي عندها حته بتلعب رياضه للرياضه، ان هي بتحب جدا 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 والله، تحب تقف على منصه التتويج، ان كانت طول عمرها بتقف على منصه التتويج. لكن البعد اللي هي بعدته 16 سنه بعد اولمبياد بكين، فكان عندها اصرار وتقع وتقوم وتقع وتقوم، واحنا في ظهرها الاسره كلها، والدتها الله يرحمها واخواتها ووالدتي واخواتي كلنا كنا في ظهرها، والحمد لله ده جه برضو بنجاح الحمد لله. ضحيت بلعبه بتحبها وضحيت بالمشاركه في اولمبياد وكاس عالم وبطولات علشان تتفرغ للبيت وتقوم بدور الأب وطبعا بدور الأم في غيابها علشان تقدر تتمرن لمدة 3 سنين وتوصل ان هي تشارك في باريس وان هي تحقق الميدالية. يعني ما زعلتش ان انت هتضحي بحاجة يعني؟ ودايما يقولك ايه يعني الست مكانها البيت وخلاص بقى كفاية كده. لا لا، ما حسبتش كل الحسابات دي؟ وحسبتها ازاي يعني في الموقف اللي انت اخدته انك تبعد عن الرياضة لفترة عشان تركز مع كابتن نادي؟ طب ما نفس الموضوع، احنا الاثنين بالظبط والله ضحينا كتير. ما انا ببقى في معسكرات، يمكن معسكرات انا كبيره شويه واحتكاك بره وكده، ما هي بتقوم بنفس الدور دوت. لكن تتخيل بقى ام بقى الام ام يعني واولاد وثانويه عامه زي ما ممكن انا يعني شفت سمعت ما كله قبل كده ما كنتش واخد بالي منها. انت ممكن تيجي من الباب تسال ماما فين، انا هنا خلاص، ماما مش عايز حاجه، مش عايز حاجه بيسال على مامته. فالام ام يعني هي بتبقى في المعسكر، مش هقول لك كميه التليفونات، محمد جه عملته ايه، انت تمام، انت كويس، لغايه الفجر، لغايه ما تنامش الا لما تطمن علينا. فهي ام، فهي دورها اقوى مني. فاحنا على طول احنا ضحينا كتير وقفنا جنب بعض كتير وفي ظهر بعض على طول. يمكن احنا الاثنين محظوظين والحمد لله والشكر لله من ربنا ان احنا راضيين، ان انا برضو من مكالمه التليفون بحس من صوتها مالك في ايه، لا في كذا في كذا في حصل مشكله كذا كده. فانا نفس الحكايه، لان المعسكرات خلينا اكون صريح معاك، ان المعسكرات كلها ما بتبقاش حلوه، يعني 50-50 50-50 يعني، مش كلها. في ناس بتتخيل انت قاعد في معسكر، قاعد في فندق، قاعد في مكان محترم، قاعد في مكان حلو، تمرين وكده وهزار وضحك، لكن لا لا، ده وفي مشاكل رياضيه العاديه خالص، يعني انا ممكن ازعل من زميلي، زميلتي ازعل منها برضه، مشاكل ممكن مش فايق النهارده انزل التمرين، او مش عايز اتمرن النهارده، او مش حلو فمجبر ان انزل التمرين. ففي ناس ما يحسوش بالجو ده، المعسكرات المغلقه كلها بيبقى ما بتبقاش حلوه برضه، بعيد عن البيت وبعيد عن الاسره. فدي انا كنت بعاني منها لما كنت بقى في المعسكر، بس انا عشان كنت راجل شويه كنت بكت من المعسكر شويه ببص عليهم محدش ياخد باله. كلمتك قبل المنافسات في باريس، كنت حاسس ان هي ممكن تعمل انجاز ولا صوتها كان عامل ازاي طالما انت بتحس بصوتها؟ انا مكالمات ما قبل المنافسات في باريس، لا انا هقول لك على حاجه بصراحه، يمكن اول مره اتكلم فيها يعني حصل لها موقف انا ما استحملتوش كان نفسي ما استحملتوش. يعني هي اقدم لعبة، اقدم بنت في البعثه كلها، هي وخمسه، هي يعني هم خمسه، اربعه من الطايره وهي البنت الوحيده، دول اقدم ناس في البعثه كلها، وكانت واخده وعد ان هي ترفع علم مصر في الافتتاح. فتتخيل حضرتك ان هي خدت وعد وما رفعتش العلم، نفسيتها طبعا ده قبل السفر بيومين، قبل السفر بيومين. فبرضه فالحمد لله يعني برضه
اشتغلنا برضو. هو اترفع لها العلم ما ده برضو يعني مهم، وهي رفعت علم مصر دي وعلم مصر اهم شيء ان هو بص طبعا شرف ان احنا نشيل علم بلدنا، لكن طبعا طبعا علم مصر هو بيترفع وهي واخده ميداليه. بس انت عارف، بس انت عارف بقى اللي انت رايح بقى وكله بقى بيبارك لك من قبل ما يتعلن، فما حصلش نصيب، فالحمد لله ربنا طبطب، ربنا كاتب لها ان هي علم مصر يترفع، ربنا طبطب عليها. هي كانت تملي تقول لي كلمه، ربنا بيطبطب عليها، ربنا شايل لي حاجه حلوه، ربنا بيطبطب عليها، ربنا شايل لي حاجه حلوه. فالحمد لله فعلا ربنا كان كريم جدا. الحمد لله. قالت لك ايه بعد البطوله او اول مكالمه بعد المكسب بقى والميداليه؟ انا كلمتها بالليل بقى يعني انا ايه عمال اتصل طبعا بروح الام قبل اي حاجه، محمد ويادا عاملين ايه؟ طب اختلوا من النهارده اتغدوا صح؟ لازم لا لا ست نفرح لا 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 سيبك من الاكل. بص حضرتك مقوله السيد دي ودتنا في حته تانية خالص. لا الست البيت اللي ما فيهوش ست زيرو. طبعا عمود البيت. طبعا لا الام هي بصراحه ما مش مخليه البيت يعني موجوده. بص مش موجوده في المعسكر، هي متواجده معانا، هي متواجده معانا على طول يعني من الاسئله لكل حاجه. لكن يوم الميداليه ده انا كنت قاعد هنا كده، انا ما مسكتش اعصابي، لان هي كان عندها حلمين، تتوج وتقابل فخامه الرئيس. يعني حلم من الاحلام اللي هي لازم، انا عايزه اتقابل فخامه الرئيس، لازم تتوج الميداليه الاولمبيه ان شاء الله، تقابل سياده الرئيس ان شاء الله باذن الله ربنا يحقق لها. بصراحه بنشكره يعني، احنا بنشكر طبعا 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 السيسي، مش بس بالبارون، لا بكل الرياضه المصريه. والله عايشين في طفره، وعايشين في بنيه تحتيه رياضيه، وعايشين في يعني ان شاء الله اللي جاي بيبقى افضل. وزي ما سياده الرئيس قال الجمهوريه الجديده، يعني ان شاء الله تكون كل حاجة حلوة في بلدنا بإذن الله الفترة اللي جاية. كابتن صلاح، لو حبيت بقى تقول كلمة لبطلتنا كابتن نادية بعد الفرحة دي وحققت الجزء الأول من الحلم، الميدالية والتتويج، ان شاء الله تحقق حلمها التاني بمقابلة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا الحمد لله انا فخور بيها جدا 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 ان ربنا رضاها وحقق لها امنيتها، وانا فخور بها جدا لابعد الحدود يعني. والحمد لله قالت كلمه، الطموح ملوش سقف.